في مشهد استقبال يوحي بالتفاؤل، التأم في بنغازي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 قادمون من غرب وشرق وجنوب ليبيا. طاولة حوار أخرى تجمع القادة العسكريين والأمنيين في البلاد بإشراف أممي. الهدف وفق البيان الختامي للجنة الاتفاق على الالتزام الكامل بما نتج عن حوار سابق في اجتماعي طرابلس وتونس. وبحسب البيان أبدى المجتمعون استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. القادة الأمنيون والعسكريون اتفقوا أيضا على البدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أعرب عن أمله أن يعزز لقاء القادة العسكريين مسار المصالحة ويؤسس للقاءات أخرى داخل ليبيا. كما كشف في كلمة له خلال اللقاء عن مقاربته الشاملة لمعالجة الأزمة في ليبيا واعتزامه زيارة مدينة سبها لضمان مشاركة الأطراف كافة وفق تعبيره. وفي ردود الأفعال على اللقاءات وصف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتح بشاغة اللقاءات العسكرية بالخطوة الجيدة في إطار ما وصفه بتوحيد مؤسسة الجيش والمؤسسة الأمنية، بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. المشهد الأمني في ليبيا الذي يسوده التوتر منذ أعوام ووصل في أكثر من محطة إلى حد استخدام السلاح قد تدفع به مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية نحو تهدئة وحلحلة للخلافات يأمل الليبيون أن تمهد لتسوية شاملة.